من هو قرقوش؟ وهل كان ظالماً وغبياً؟ في أحد الأيام سمع قرقوش أن أحد باعة الحليب يقوم بخلط الحليب بالماء، فأمر بإحضاره فوراً. وعندما دخل البائع لمقابلته سأله قرقوش: كيف تخلط الحليب في الماء؟ أجاب البائع: أنا أغسله فقط. فقال قرقوش: أنت رجل تحب النظافة ولا لوم عليك، ويوضع من أبلغ عنك في السجن. قد يتعجب المرء حين يسمع قصة كهذه، فلا يعرف إن كانت مضحكة أم مبكية، لكن الأعجب أنها منسوبة لشخص كان يستلم أرفع المناصب، فهو حاكم مصر في زمان الدولة الأيوبية. والقصة ليست الوحيدة، فحتى اليوم ما زال الناس يرددون المثل القائل: حكم قرقوش، ويضرب للتدليل على جور الحكم والحاكم. وقد قيل عن قرقوش إنه لا يقتضي بالعلم ولا يعرف المظلوم من الظالم، فكان مثالا للحاكم الظالم والغبي في الوقت ذاته. فقد ألف كاتب يدعى ابن مماتي كتابا أسماه كتاب الفاشوش في حكم قرقوش، وثق فيه قصص قرقوش الغبية والإجرامية في الوقت ذاته. فذكر في كتابه أن نجارا كان يعمل في منزل، فوقع حجر كسر قدمه، وشكى النجار صاحب البيت، فحكم قرقوش بأن تكسر قدم صاحب البيت، ولكن الأخير ألصق الذنب بعامل البناء الذي بنى البيت. وحين استدعى قرقوش العامل قال إن فتاة كانت ترتدي ثوبا أحمر زاهيا مرت بجواره أثناء قيامه ببناء المنزل، فشدت انتباهه ولم يركز ببناء المنزل، فاستدعى قرقوش الفتاة فألصقت الذنب ببائع القماش، وعندها أصدر قرقوش حكمه بشنق البائع ليتضح أنه طويل، فأمر رجاله بأن يشنقوا أقصر رجل في الطريق. هناك كثيرون ممن اعتقدوا أن قرقوش ظلم كثيرا وحاولوا الدفاع عنه، ومنهم صالح محمد الجاسر الذي ألف كتابا أسماه قرقوش المظلوم حيا وميتا. فيرى محمد أن قرقوش تعرض لتشويه نقله من قائمة المحاربين والذين أسهموا بالعمران والبناء إلى قائمة الحمقى والمغفلين والطغاة، وأن قرقوش ظلم لأن الناس أخذوا ما نسب إليه على أنه حقيقة. آخرون يرون أن بعض المصريين تجنوا على قرقوش وألفوا قصصا كاذبة عن حياته لأنه لم يكن مصريا بل تركيا، وهم يفضلون أن يحكمهم أحد من أبناء جلدتهم. بكل الأحوال لا يمكن أن تكون قصص ابن مماتي حقيقية، فلا يعقل أن يكون حاكم بلد عظيم وصاحب حضارات عريقة كمصر بذلك الغباء، مع أنه قد يكون ظالما حقا. فلا دخان دون نار، فماذا عنك أنت؟ هل تعتقد أن قرقوش كان غبيا ومجرما، أم أن ما قيل عنه محض افتراء؟